فيروس هدد العالم وأخلط حساباته، هدد اقتصاد الدول، إصابات بالملايين، وفاة بالجملة. كوفيد-19، ما هو هذا الفيروس؟ ما هي أعراض الإصابة به؟ كيفية علاجه؟ السلالة المتحورة في الجزائر إلى أين؟ هل هناك موجة ثالثة؟ كل هذا نتعرف عليه في عدد اليوم. مرحبا بكم معنا. بدلوش الأعراض، يجيك بالحمى، يجيك بعيا، يجيك بسعلة، يجيك يقدر يدير دو لا دياري، سي لي ميم سين. الحمى ماشي بزاف عالية، العيا تعب، تاني ألم في المفاصل، كاين ألم تاني تاع الرأس، كاين ساعات يجي الإسهال. وكيفوت هاد المرحلة، كيفوت من سومان هكداك يبان السعال. هنا بمستشفى القطار منذ بداية الوباء كان الكل مجنداً على أهبة الاستعداد لاستقبال أولى الحالات، ومصلحة الاستعجالات كانت البوابة الأولى لاستقبال المرضى. احنا هنايا سي لو بافيون دي زورجانس، ستادير سي لا بورت دو لوبيتال. هذه هي النقطة الأولى اللي يكون يجي جاء لها المريض، هي الأولى سي لي زورجانس. ومن بعد كي يجي عندنا المريض نتماك نشخصوا الحاله تاعو، اسكو سي تا مالاد كوفيد ولا مالاد نون كوفيد. نتماك على حسب الحاله تاعو اسكو يا نيسيسيتي ياخذ الدواء تاعو في المنزل ولا ياخذ الدواء يكون اوسبيتاليزي يعني او سان دو لوبيتال. من هذا البافيون دي زورجونس نتماك لي يقوم التكفل بالمريض عبر لي تخوا سيرفيس اللي عندنا في المستشفى، اللي هو سيرفيس ا بي و سي. وصلنا لهنا في المستشفى القطار زيرو مالاد. دوكا انا نستقبلو براتيكمون يوميا، كاين دي زوسبيتاليزاسيون يوميا، نبعثو المالاد للعنايه المركزه يوميا، الحالات هاي تتكاثر يوم بعد يوم.
حنايا لو ريتم تاعنا كساسوا في رمضان ولا الافطار ولا رانا مجندين جندين، يعني البيرسونال ميديكال ديجا راهم الموجه الاولى الموجه الثانيه مازالوا يعني التعب والشقاء حتى الى يومنا هذا، يعني مازال رانا من هذاك من الموجه الثانيه مازالنا اونكور مجندين، والعمل تاعنا كساسوا في رمضان ولا الافطار سي لو ميم ريتم. هو ممرض بمصلحة الاستعجالات كوفيد 19 بمستشفى القطار يروي معاناتهم مع الأيام الأولى للوباء ويتمنى أن لا يتكرر الأمر مرة أخرى. personnellement دوكا راني هنا دوبوي فيفريي ملي بدات لا بانديمي هذه ملي بدات وانا اللي فيها في المصلحة هذه تاع الكوفيد ملي بدات. نعم حنا رانا هنا رانا مسخرين للمرض، رانا نجو منين نجو صباح وحنا نخدموا معاهم ان شاء الله باذن الله معنا ما يخصهم والو، ندخلوا للدار ندخلوا بالرهبه بالخلعه. انا صارت لي في الديبي تاع البانديمي 3 مو ما راحش لداري، كنا ريزيدي هنا في لوتيل جوست اكوتي في باب الواد لوتيل كيطاني، نجو نخدموا لا جورني العشيه نروحوا للوتيل غدو من داك نعاودوا نولوا لوبيتال لوتيل سي لا ميم شوز. كانت اون غير فوا دو غير بسيكولوجيك وغير مع كونتر لو كوفيد، سامحين في ديارنا في أهلنا في أولادنا على جل من شيء حنايا شفناه يعني عرض يعني فتره معينه وين كامل المصالح كانت كوفيد، كما مصلحه الطب الداخلي مصلحه يعني سبيسياليزي ولا مختصه في القلب، دونك شفنا هاد الحالات مغسوبيت، ولكن دوك على بالنا باللي هذا الشيء ايضا لو بوست كوفيد يعني المرحله اللي تالي الكوفيد من المفروض بعض الاختصاصات هما اللي تهلاو فيها كيما ميديسين انترن الطب الداخلي اي لا كارديولوجي نعم حتى لا وكاين ثاني لا نعم يعني كاين اثر كبير على نفسيه المريض، يعني يجوز على مرحله صعيبه بزاف ما يقدرش يتنفس يكون منفصل على العائله تاعو يخاف على العائله تاعو يقول لك بالك رانا في المستشفى كاين لي بزاف الناس يعني عندهم وفيات في نفس العائلة. ويشهد مستشفى القطار بالجزائر العاصمة حاله حال المستشفيات في أغلب مدن الوطن تزايدا في عدد الحالات، مما جعل الأطباء يدقون ناقوس الخطر من موجة ثالثة. Maintenant, les gens sont en train de dire qu'il y a une modification avec les nouveaux variants et tout ce qui suit. Mais l'inconvénient, que les variants d'Akhlo, maintenant, il faut faire encore doublement plus attention. C'est-à-dire qu'on a des variants, on a des mutants. Là, réellement, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. سلالات متحورة بالجزائر تنتشر بسرعة حتى بين الأطفال والشباب. Il y a eu une recrudescence. L'adad rahom yitlaou, il se peut que ça soit la troisième vague. Parce qu'il y a des variants, il y a de nouveaux variants. Il y a le Nigérien, il y a l'anglais. Khofna maintenant les autres. Est-ce qu'il y aura un variant algérien? Parce que Ramkin. Ya Rabbi, j'espère que non, inchallah. J'espère que non. J'espère que tu es là. Parce qu'on a vraiment khlas aïna. C'est le terme exact aïna. طاقم طبي وشبه طبي عياو 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 بزاف. هي يعني في جل الحالات نفس الأعراض ولكن سرعة الانتشار
40 الى 60% اكثر انتشار، يعني الوباء راح يزيد في هذه الحاله. ثانيا هذا الفيروس يصيب حتى الاطفال الصغار، يعني لي فاريون جدد يصيبوا حتى الاطفال الصغار، يعني هذه هي اللي تشكل خطوره. ورانا نشوفوا يعني في شوارع العاصمه كما كم المدن الجزائريه، نظن باللي المواطن ماهوش يحترم لي جيست باريير، دونك انا نشوفوا باللي يمشيوا بلا الكمامه، انا نشوفوا ما يحترموش المسافه المحدوده تاع 1.5 متر، يروحوا في لي زوندوا كلو يعني منغلقه. انا نشوفوا تطهير الايدي ولا الغسل بطريقه منتظمه ما هيش يعني، يعني كاين تخلي لهاد لي جيست هادو اللي مهمين. دينا صمنا رمضان بيا 7 ايام، الويت يام جور غدوة من ذاك صبحت مانيش مليح، جيت بيا راح السبيطار طلعت البيطرالي، وبعد البيطرالي باكيوني جابوني هنا، اجابوني هنا الحق تاع ربي، نزلت تحت السيرفيس ما شاء الله، ما تخلى ما يعني كاع نيش يسام، ما قدرتش نتنفس، ما قدرتش نحضر، ما قدرتش. نهار اللي جيت ودخلت لهنا نقول لك شوفي، شفت الموت بين عيني، مش انا اللي جيت، الناس الناس اللي غاضوني ساكن، شوفي الناس ساكن أنا الحمد لله، أقول لك شوفي والله راني ندعي ندعي ندعي، ربي يخيرني ويستاجب، الحق تاع ربي ما كانش دقيقة تخلاو عليا، سواء أنا ولا في الجراح، رايحين جايين، الحمد لله ما كنت ياش، هكذا نكون راقد غايز، تيجي سايس، ما يحبش من فيخلعني. فهمتي يديروا لي الدواء ويديروا لي هنا. انا في مصلحه دونك تاع بولوستيزاسيون دونك دي مالاد اللي عندهم انفيكسيون كوفيد 19 فوالا، هادو سي دي مالاد كي سون اوسبيتاليزي دونك دونك اون جينيرال غوسو مودو سي دي مالاد كي زون انفيكسيون كي موديري اي انفيكسيون كي سيفير، ستادير كاين اون اتانت بولمونير كي بلوز او موان امبورطونت كاين تاع 25% جوسكا 50%، اي سي دي مالاد كي نيسيسيتي جوستومون لوستيزاسيون لازم يدخلو في الاستشفاء فوالا فوالا، اي بون دونك سي مراقبه لازم يكونوا دونك جوستومون تحت المراقبه الطبيه، لازم لهم أدوية ندوها لهم عن طريق بالحقل عن envoyé V donc بابا انتيرا et des malades qui nécessitent aussi donc l'oxygène neurothérapie en général ils يسحقوا l'oxygène.
كما يحتوي المستشفى على مخبر لتحاليل للكشف عن حالات كوفيد 19. قبض المهام تاعو سي دو فير لو دياغنوستيك سي دو كونفيرمي لي كا تاع لانفيكسيون تاع سارس كوف 2 ولا كوفيد 19. دونك يكون اون سوسبيسيون في لي سيرفيس كلينيك نوتامون في لي زورجونس يديروا لي بريلافمون ويجيبوهم لهنا بور دير اسكو يا اون انفيكسيون او با ا سارس كوف 2. Donc on fait le diagnostic par PCR, par test antigénique, et à un moment donné, un docteur Benada. Donc on a utilisé aussi les tests sérologiques, la sérologie. Mais actuellement, on utilise surtout la PCR et les tests antigéniques. C'est-à-dire qu'il y a le prélèvement le jour même, on a les résultats. ويسعى الطاقم الطبي بالمستشفى إلى أن يكون السباق في عملية التلقيح باستخدام اللقاح الروسي والبريطاني والصيني. الفاكسان هدايا ضد الكوفيد هو التلقيح كما نقولوا كما تاع لونتيغريبال كما أي تلقيح عادي، أوكي؟ ولكن الخاصية اللي عنده هو أنه التلقيح ندار في ظروف مستعجلة، باسكو عندنا إن بانديمي، دونك هو كواحد من كما نقولوا من الوسائل باش نحاولوا نحدوا من الاعراض اللي تكون نقولوا كومبليكي معقده. انواع التلقيحات اللي الاكسبيرت حنا في بلادنا خيروها هما ثلاث انواع، دونك النوع الروسي اللي هو لو سبوتينيك، الانجليزي اللي هو لاسترازينيكا، والصيني اللي هو لو سينوفار. دونك النوع الروسي ولاسترازينيكا عندهم نفس تقنيه سي لو ميم برينسيپ، اوكي، ولكن الصيني نقولوا هو الفيروس كومبلي وشنو اللي اتيني لي تي داكا. دونك لحد الان عدد الناس اللي درنا لهم التلقيحات ما لقيناش باللي كاين هذوك لي زيفي سيكوندير غراف. لي زيفي سيكوندير اللي شفناهم لحد الان هما دي زيفي سيكوندير بينا في انواع تاع التلقيح هذوما. صح الناس مثلا عندك الحمى، لي دولور في البوان دانجيكسيون، لا فاتيك، بصح ما ديباسي دو تخوا جور. ويوضح المختصون ان اللقاح وحده غير كاف امام السلالات المتحوره، لذا يجب احترام معايير السلامه. On est protégé contre un certain nombre de trucs, contre les nouveaux variants, non. Pas à 100%. On n'est pas protégé contre les nouveaux variants. هذا الناس يفوا كيعرفوا كاين في المصلحة الثانية كاين واحد دار لي فاكسان ودارنا كوفيد. هذه يفوا نفهموا علاه. دونك هنا سي با يعني هذا الفاكسان شوفي مدام لو فاكسان ايت ان بلوس. سي اكسترا سا نوزا بيرمي دو ريدوير ان بون نومبر دو مالادي. مي سا فان با دير مناعة à 100%. المناعة سي لو فاكسان بلوس لي مويان دو بريفونسيون. ان نديرو التلقيح هذه حاجة تعطيك ليميونيتي، بصح مش معناتها ان نحو كامل هاد لي باريير، بالعكس الحاجة الأولى اللي لازم نديرها خاصة دوك مع لي فاريون مع الموجة الثالثة لازم نديرو الحماية تاعنا بلي بافات بالتباعد بالغسل اليدي نقعدو كيما كنا. ولكن كيما قلت لك التلقيحات هذوما كوسيلة أخرى للوقاية، بصح مش معناتها أن الواحد ما يمرضش، مش معناتها أنه خلاص نحو لي بافات ونمشو كيما نحبو، لا لا. ويبقى وعي المواطنين بالاحترام الصارم للبروتوكول الصحي هو الوحيد للحد من تفشي الوباء. Maintenant, je vais vous dire tout ça est la conséquence d'une méconnaissance de la chabe à les moyens de prévention. De la bavette, mais je te le baisse ou tu te n'as pas ou tu te bédilche ou il y a tout à terre, qu'dame le chanjour à dire, ça c'est pas normal. Mais ma cache n'a pas faim, il reste louche ou n'est-ce pas mi chorjou, n'est-ce pas mi flaswak, n'est-ce pas mi flaras. Mais n'a pas de m'en barrière ni le mouatin, n'a pas le boum in hum ou n'interjou hum, yani interjou hum, interjou hum, il est taf d'eau, yani. يعاودوا يولوا في لي جيست باريير ارتداء الكمامه
الغسل الايدي بطريقه منتظمه، احترام يعني المسافه ولا لا ديستانس سوسيال. بيت اليوم نوجه لكم نداء، نوجه نداء للمواطنين بصفتنا اطباء صفوف الاولى في مواجهه الوباء منذ شهر مارس 2020. نوجه نداء خاص للمواطنين بانه يلزمهم التحلي بروح المسؤوليه والحس الحضاري، وذلك بالالتزام بالتدابير والمعايير الوقائيه المتمثله في ارتداء القناع وتعقيم اليدين وكذلك التباعد الاجتماعي. لقد بات من الضروري مع الارتفاع الكبير في عدد الحالات اتباع طرق الوقايه من فيروس كورونا. ميساج السيتوان سكي لازم يعاونونا، المواطن لازم يتوعى، الجزائري بطبيعته واعي. مانتنو سي استادير سي لا بيريود وين الوعي لازم استادير يلحق لو ماكسيموم. هذه الحاجه تطلب المعونه يا اخي، تطلب المعونه. ما نقولش باسكو هذه طبيبه، هاي تخدم خدمتها براسها، لازم نعاونها، لازم نعاونها، نعطيها شويه اليونيفورم، يقول لها نقدروا على الاحسن، علاه يا سيدي ما ديرش بنادم، دير ربي، دير غدوه لقدرك. والله العظيم غير، فوايي اون اي فريمون سور لي روتول مانو، سور لي روتول، سي التيرم اكزاكت. بس شوفي الطبيب ما يقدرش يدي ان كونجي، ما يقدرش باسكو اون اي با نومبرو، دونك ليفيكتيف ريدوي، لو باراميديكال دو ميم، سي با نورمال. وتبقى الوقايه خير من الف علاج، لذا وجب احترام التباعد الاجتماعي، وضع المعقم، والزاميه وضع الكمامات، رفع الحس لدى المواطنين. ملاحظه، ليس سهلا ان تضع هذه 24 ساعه خلال شهر رمضان المعظم، لذا فشكر وألف شكر للأطباء والشبه الطبيين. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.